يعني حقيقة هذه واحدة من الزيارات اللي احنا استكمالا للزيارات السابقة اللي قمنا بها لهذا المشروع. اهتمامنا بهذا المشروع يأتي له خصوصية. هذا المشروع كان يواجه تحديات كبيرة، اطلقنا عليه اسم مشروع التحدي، لأنه حقيقة كانت الكثير به من التجاوزات وأصبحت حالة يعني مزرية جدا في كافة محرمات الأنهر في العراق وفي بدايتها في شط الحلة. لذلك كنا حريصين على تطبيق القانون بالرغم من كل التحديات اللي واجهت الوزارة في هذا الموضوع، وتمكننا من إزالة التجاوزات لأنها التجاوزات أغلبها خارج القانون، فإزالتها كانت شيء واجب. وبالنتيجة تلاحظون هذا المشروع أمامكم أصبح متنفس كبير إلى محافظة بابل وإلى أهلنا في محافظة بابل، وبالنتيجة راح ينعكس وراح يعتبر أيقونة لكل المحافظات إن شاء الله. التجربة اللي حصلت في شط الحلة سوف تعمم في باقي المحافظات لكي يعود إلى النهر هيبته وتعود إلى الوزارة هيبتها وإلى الدولة هيبتها في فرض سلطتها على كل مجاري الأنهر، سواء في شط الحلة أو في الأنهر الرئيسية في القنوات والمبازل. سعيدين زملائنا في شركة العراق في كل تشكيلات الوزارة بذلوا جهد، أنا أحييهم من خلال قنواتكم وأقدم لهم التحية، لأنه بصراحة نلاحظ عملهم مستمر على مدار الساعة، وتلاحظون والصورة أنا أعتقد يعني تغني عن أي كلام واقع الحال اللي موجود في المشروع. يدعو إلى السعادة ويدعو إلى أنه واحد يشعر بالفخر أن وزارة الموارد المائية ما زالت وستبقى تقدم الكثير كثير من المشاريع المهمة خدمة للمواطن العراقي بصورة عامة وللمواطن في محافظة بابل.